مظبوط، انا بشتغل معه. انا انخطفت وتهددت وانجبرت اعمل اشياء ما بدي اعملها، وهو جبرني اطلع معك وطلب مني صور كل المستندات وكل اسرار شغلك، واكيد طلب مني اسرق الدفتر لانه فيه معلومات كتير مهمه عن شغلك، وهددني يقتلني ويقتل اهلي اذا بنفذ العمليه. انت وحدك كذابه. اي بعدي مش قليله ابدا يا خيالي. كف الدفتر وين؟ دفتر معي وما سلمتك اياه لانه بعرف انك رح تقتلني لتخلص مني وما تترك وراك دليل، وبنفس الوقت رح يعرف اسرارك ويضرب شغلك. انا ما بدي اذيك، ما لي مصلحه معك. الدفتر رح يرجع لك بشرط واحد، بدي اطلع الليله من هون وارجع على بيتي واعيش بامان، وانت بدك تحميني، واذا صار لي شيء كون اكيد انه هيدا الدفتر في منه كذا نسخه. انا بموت انت بتفوت على الحبس، وانت كمان كل شركاتك والصفقات والتهريب والعقود وجوازات السفر وشبكة الدعارة والأبو مصورين، وعندي منهم كذا نسخة بالصوت وبالصورة محفوظين تحت سابع أرض. ففكر كتير منيح إذا لك مصلحة تقتلنا ولا لا. أنا ما بقى عندي شيء أخسره، فخلونا نعمل اتفاق يرضينا كلنا. يا بطلع من هون عايشة يا كلنا رح نموت. بتعطوني حريتي بعطيكم الأمانة وبتشتروا سكوتي، وإذا شي نهار حدا منكم فكر يأذينا أو يأذي أهلي هيدول النسخ رح ينتشروا وين ما كان، ونهايتكم رح تكون الحبس. لازم نمشي هلا خيال. يا كوت شافي لازم نمشي الحمد لله على السلامة. الحمد لله يا رب، لقضيت على خير. الله يسلمك. يسلمك بس بدك تفهمني ليه ما حدا عم يرد علي منهم؟ بدك تقلت لي هلا لأفهم شو صاير. هلا بتطلع لعندي على البيت بترتاح شوي وبنحكيهم. طول بالك. يلا عندك على البيت؟ ليه لعندك على البيت؟ هلا بفهمك. خلص امشي معي ان شاء الله خير. روح. Thank you.
ألو ياقوت، نحن حققنا لك مطالبك وأمننا مصريات الوديعة 40,000 دولار. صار وقت تسلم حالك وتنهي الاحتجاز. ماشي، في شغلة بس، أعطي المصاري لأهلي ليكونوا واقفين وراك. طيب.